صحيح. سيد، أهمية ارتباط الشباب بالكنيسة في فترة الشباب، يبقى مرتبط باجتماع الشباب بتاعه، يبقى ليه خدمة، يبقى ليه نشاط في الكنيسة، أهمية ده إيه؟ ده مبدأ بشري اختباري طول التاريخ، لما قال اذكر خالقك ايه أيام شباب. قبل ان تأتي ايام الشر تقول ليس لي فيها. فانت يعني ايام الشيخوخة والكبر يجي الواحد يعمل حاجة مش قادر، يجي يعمل مطانية يقع ما يقوم ينزل ما يقومش. فطول ما الواحد ربنا مديله صحة يستثمر هذه الصحة وهذا الشباب وهذا النشاط الجسدي مصحوبا بالعمل الروحي الداخلي، فيبقى يشعر بربنا قدامه، يروح ساجد قدامه ويعمل مطانية. في واحد ما يقدرش، صحيح وفي واحد على كرسي، صحيح. هتعمل ايه ده؟ بس وجود الشباب برضه في الكنيسة سيدنا بخلاف الأمور الروحية بيحميه من حاجات كتير جدا يعني، وكمان بيبقى ما انا مجال فاهم، لاكتشاف ايوه مواهبه ده مليون في المية، ده مع شغلنا انا اسقف شباب. يعني انا طبعا. استمتعت بالشباب على مدى 50 سنة ولا بتاع. طبعا سيدنا ربنا يديك الصحة. لا يعني شفت اجيال، طبعا سيدنا ودايما بحكي ان انا مازال ناس منهم اعرفهم من 50 سنة، طبعا. بقى جد وابو جد كمان، ولاد رباهم في الكنيسة. من يفتك قبل الأسقفية لا وقبل يعني الرهبنة لا يعني كنت خادم للشباب واسم معروف كمان في لا خدمة لا ما الشباب، هي يعني دكتور دي إيميل. كانت، يعني دي كانت نعمة وربنا ما استاهلهاش. الله يسلمك. يعني لما البابا شنودة رسمني قال للأنبا متاوس تخدم ايه؟ قال له مصر القديمة، هو يحب الله وهو جوهرة ثمينة في طبعا الحاجات دي، الطقس أعظم التراثي. لاهوتي في العصر الحديث أي بعد البابا شنودة. أي وقال لي وانت تخدم ايه؟ الأنبا شنودة يعني. قلت له اللي تشوفه يعني ادسك، بس انا بحب الشباب يعني. قال لي خلاص ده حلو كده. قال لي بس مش هقول اسقف شباب، هقول اسقف عام، عشان لو حبيت تغير غير في اي وقت، تروح حي تروح ابروشيه تروح. قلت له شوفوا ادسك، ولغايه دلوقتي انا اسمي الاسقف العام، انا بزود لها للشباب كده كانتداب يعني. لا العفو سيدنا، لا ما انا عارف بعد شويه نيافتك. يقولوا لي يطلع يطلع. من يفتك أول أسقف لا لا عفوا للشباب عفوا وأول خادم لا لا للشباب لا نشوفه بالشكل لا 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 الجديد. نعمة ربنا بس. طبعا ده سيدنا من خلال خبرات نيافتك اللي على مدار كل هذه السنين، ازاي تنصح الشباب ازاي يكون مرتبط بالكنيسة في فترة الشباب، ازاي يكون يشعر ان هو عليه دور يقدمه مش قاعد متلقي زي ما المخدوم في إعدادي أولا أنت وثانوي. قلت حاجتين، يرتبط فيؤدي دورا، يرتبط يقول له كل هنا يعني ينضح بما فيه. صحيح. فهو لما يرتبط بالكنيسة تلقائي كده إلى نفسه داخل الخدمة. يعني احنا بنخلي الناس يخشوا الخدمة هم عيال هم أي أطفال، من واحنا صغيرين كنا نشوف كده، كنا الأطفال الصغيرين نديله مش عارف إشارة كده ونقول له روح، ولا صورة، ونقول له شوف واحد صاحبك في المدرسة مسيحي أو واحد جيرانك واديله وقول له بابا يسوع بيحبك تعالى الكنيسة، فيتعلم الخدمة وهو صغير، يكبر فيها وينمو وربنا يستخدمه.